حظيت مساء اليوم بالاستقبال من طرف السيد رئيس الجمهوريه انا وزملائي اعضاء مكتب المجلس الاعلى للشباب. هذا اللقاء الذي اكتسى رمزيه كبيره والذي كان فرصه لنا لنعرض بين يدي السيد رئيس الجمهوريه حصيله العمل لسنه مضت، سنه عمل فيها المجلس الاعلى للشباب على تأسيس كيانه الإداري وكيانه التنظيمي وانطلق في تعزيز صورة هذا المجلس في الساحة الوطنية سنة التي التقى فيها المجلس بكافة أطياف الشباب في مختلف الولايات السيد الرئيس كان يوصي في خلال هذا اللقاء بضرورة الاعتناء بانشغالات الشباب وضرورة أخذ أراء الشباب ومقترحاتهم بعين الاعتبار وذلك ما نعمل عليه في المجلس من خلال مختلف المناسبات التنظيميه التي يعقدها المجلس. لكن لمسنا من هذا اللقاء تلك الاراده السياسيه الصادقه التي تعول بكل صدق على هذه الطاقه النظيفه في المجتمع الجزائري وهي الشباب. ودعانا السيد الرئيس الى ضروره تعزيز تمرين الديمقراطيه التشاركيه من خلال مختلف الانشطه التي نقوم بها والتي يجب ان نقوم بها الى صالح هذه الفئه. إلى ضرورة التلاحم مع بعدنا الشبابي في مختلف ولايات التراب الوطني ليكون الشاب فاعلا في الديناميكية الوطنية التي تشهدها البلاد ليكون الشاب متكفل بشغالته متكفل بأماله متكفل بآلامه متكفل بطموحاته وذلك العهد الذي قطعناه مع أنفسنا 348 عضو في المجلس الأعلى للشباب وذلك ما نلمسه من الالتفاف الذي يعني نتلمسه يوميا من طرف الشباب اللقاء لم يخلو كذلك من حرص السيد رئيس الجمهوريه على ضروره العمل في اتجاه شباب الجاليه بالتنسيق مع مختلف الفعاليات التي تعمل على راسها المسجد باريس الكبير في 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 فرنسا لتنسيق الجهود لتعزيز التواصل مع جاليتنا ومع شباب الجاليه. طبعا النقاش كان ثريا وكان في مختلف المجالات. لكن في المحصله التمسنا مره اخرى صدق الاراده السياسيه تجاه شباب الجزائر وتعويلها عليه ليكون فاعلا في بناء وطنه وفي الدفع بالديناميكيه الوطنيه التي تشهدها البلاد